أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. نتناول في درسنا اليوم الجملة في اللغة العربية. الجملة في اللغة العربية تنقسم الجملة في اللغة العربية إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم وتتكون من ركنين أساسيين، المبتدأ وهو الاسم الذي يأتي في أول الجملة ويكون مرفوعا دائما، وقد يكون ضميرا هذا المبتدأ، أو يكون اسم إشارة أو اسم استفهام أو غير ذلك. والركن الثاني هو الخبر. الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ ثم ثانيا الخبر. وما هو الخبر؟ هو الذي يأتي بعد المبتدأ ويتمم معنى الجملة ويكون أيضا مرفوعا. أمثلة أو مثال على ذلك، على الجملة الاسمية: المعلم ناجح. هذه كلمة المعلم، هذا اسم. فكيف نعرب أو نقول ما هذا الاسم؟ الاسم هذا عندما يأتي في أول الجملة نقول عنه مبتدأ، والمبتدأ هنا مرفوع، ودائما المبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع، وعلامة الرفع الضمة لأنه مفرد. وإذا كنا المعلم لم نفهم شيئا، ولكن نريد أن نوضح أكثر ماذا حدث المعلم، ما هو المعلم، نقول المعلم ناجح. فهنا كلمة ناجح هي كلمة خبر لأنها أتمت معنى الجملة وأكملت معنى الجملة. فعندما نقول المعلم ناجح، كلمة ناجح تعتبر خبر، خبر المبتدأ، وهي مرفوع، مرفوع علامة الرفع الضمة لأنه مفرد. مثال آخر: هذا رجل. في هذا المثال أتت كلمة هذا وهي اسم إشارة، أتت مبتدأ، ولكنه أسماء الإشارة مبنية، فلا نقول مبتدأ مرفوع، ولكن نقول اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. لاحظ الفرق بين هذا والمعلم. المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة، فهو اسم معرب. أما هذا هنا فهي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. وهذا رجل، كلمة رجل خبر، المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة. هذا تنويه بسيط عن هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.